شروق، باغي تعاودينا شي حاجه؟ اه خويا تفضلي شروق، انا تنسمعك. تنشكرك اخويا بدر بزاف على هاد المبادره اللي درتي، وصراحه الله هاد البرنامج زوين بزاف، صراحه لي بزاف والله الا شكرا بزاف. شرف ليا، الله يحفظك شروق. شكرا. تفضلي شروق، حنا تنسمعك. انا غادي نبدا ان شاء الله. المهم القصه ديالي غادي نعاودها صراحه، اسمح لي متابكه شويه. لا لا عادي، خدي راحتك غير بشويه عليك. المهم غادي نبدا القصه ازيرو، فوقاش يعني من الاول حتى لدابا. يلا تفضلي عاودي لنا. المهم الوالدة ديالي كانت عايشة مع دارهم، كانت عايشة مع الوالد ديالها والوالدة ديالها. من بعد توفى الوالدة ديالها، والوالدة ديالها ما قدرتش تربيهم يعني تتكفل بيهم بحكم عايشين في العربية، والوالد ديالها كان غير فلاح. جا عمها خباها وقص يعني، وخداها من تما وجدها لعندهم عندو للدار، عايشها مع ولادو يعني تربت معاهم، وكانت يعني معاهم بقات معاهم. المهم اللي جات عندهم يعني ما خلاوها يعني داروها بحال خدامة، يعني هي كطيب كتسيق تتغسل لهم حوايجهم. وهما كانوا 6 عمامي و3 عماماتي يعني كانوا بتسعود، وهي اللي بقبلهم كاملين. كمل يا اختي. المهم فاش وصلت ماما دارت 24 عام. مهم دوزوا عليها تمارا، ما غاديش نديطاي في القصه ديال ماما حيت ليسونسيل هو القصه ديالي. تفضلي. 24 عام وصلت ماما، بغات يعني ناض جداتي بحكم ان الوالد ديالي خدم في واحد خدم يعني مع الدوله، وبدا كيخرج يعني تيمشي ما تيجيش للدار، تيبقى غير يعني تابع البنات والعيالات وما مسوقش، فهمتي؟ دونك بغات تزوج، وقالت وبعلم ان الوالد ديالي كانوا عنده الوراق يعني كان مريض، كان يعني مريض في عقله. هذا الوالد ديالك؟ الوالد ديالي كان مريض عقل في عقلي يعني مريض مالادي. شنو فكرات؟ قالت غادي نزوجو بماما اللي كانت مربية معاهم. زوجتهم من بعد 6 سنين زادت انو. صافي. المهم يعني ما غنعقلش انا حتى درت 5 سنين. درت 5 سنين عاد وليت كنحس بالمشاكل في الحياة ديالي. 5 سنين درت المعاناة ديالي، دونك 5 سنين بديت كنتعرض للضرب بزاف. دونك هاد لا بيريود هاد ملي كنت من ديت زاديت حتى درت 5 سنين، ماما ما كانتش كتربيني، هي كانت كتربيني واحدة عمتي، هي اللي كانت كتحن عليا وكتعطيني الحليب. ماما ما كانتش كترضعني كاع، هي مقابله غير الصبان، الغسيل، السياق، الماكله ديالهم، يعني مقابلهم غير هما، ما كتشوفش فيا انا، ما كتهزني، ما كتعطيني لا حنان لا حتى حاجه. كنجي فهمتي لك فاش كنجي نقول لها ماما، كتكون عندي 3 سنين كنقول لها ماما، ولا 4 سنين كنقول لها، كتقول لي سيري 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 راني مشغوله. صافي. المهم هذيك عمتي مسكينه هي اللي كانت تغسل لي، هي اللي كانت تنعسني حداها، هي اللي كانت تعطيني الحليب ملي كنت صغيره حتى كبرت. مالينا شاي، كملي. المهم اللي درت 5 سنين كنت كنعس مع بابا وماما في نفس البيت. كنعس مع بابا وماما في نفس البيت، كنا في شومبر وحده حيت بحكم ان كثار الناس في الدار يعني يعطينا بيت، كنعس انا معاهم. كان بابا كيفيق
بالليل وكان كيشعل الفيوز ديال البي ديال الفيوز المهم وكيبقى يمارس مع ماما. كنت انا كنفيق بهم كنبقى نشوف هذاك المنظر. المهم بقى داك الشيء بقى كيتكرر بقى كيتكرر ما بقيت كنشوف هذاك المناظر. المهم معليش فداك الشيء. المهم واحد النهار كنت في السطح كنلعب ويطلع بابا لقاني معايا هو يشدني بحال هكا وبقى تيبوسني يعني سمح لي على هاد الاخر على هاد المصطلح تيبوسني وتيقيس لي في شي مناطق وحيد لي سروالي وبقى تيقيس لي في شي مناطق وهذا مهم. انا ما فهمت والو ما عرفت حاجه ما قلت حاجه ما قلت لماما حتى حاجه لان اصلا ماما ما عيت في حياتي ما كانت معطيني لا اهتمام لا حتى حاجه ما معتبرانيش كاع بحال ما كايناش. المهم جات المهم بقيت كنتعرف تسمعوك صحتي عفاك حاولي تمشي شي بلاصه فيها كونيكسيون. دابا كتسمعني؟ تسمعك واخا كملي اختي. اللايف تيوقف لي الاخوان عفاك كلشي برك على قليب الله يجازيكم بالخير لان اللايف تيوقف الله يجازيكم بالخير كلشي برك على قليب. كملي عفاك شروق. المهم الوالد ديالي كان تيضربني بزاف كان تيضربني بدون سبب غير يلقاني كيبدا يضربني. المهم كل شيء مامي عماماتي تزوجوا ملي تزوجوا مات جداتي وابغي صافي ماما وبابا عزلوا من هذيك الدار ومشاو سكنوا بوحدهم وداو معاهم جداتي وواحد عمي اللي بقى حتى هو مشى معاهم صافي. هذيك الدار عمي كان ديما كيحط شراب كيجيب الشراب ويحطو في الثلاجة والبنات داخلين خارجين مهم بحال دار الدعارة صافي. المهم انا كنت كنتعرض للاغتصاب من هذاك عمي ديما كيشدني ويبقى يبوس فيا ويقيسني في بلايص. شاف عمرو عمي ديك الساعة كانت عنده ديك 30 صافي. المهم كان بالنسبة للأمهات والآباء اللي سمحي لي فكان قطعوك شروق لواحد دقيقة. أنا هاد البرنامج ماشي درتو باش أنكم تسمعوا القصص وتعمروا بالطاقة السلبية أو لا، أنا بغيتك نراجعوا نفوسنا ونصلحوا الأخطاء اللي تنديروا، ومن ضمن الأخطاء هي التربية اللي تربيوا بها أولادنا. أن ولدي فاش تيجي تيقول لي الصراحة تنضربوا، أن ولدي ما عندوش الحق أنه يهضر، فاش يكونوا الكبار تيهضروا هو يسكت، هذه هي النتيجة، هي أنهم ما تيجيوش يصارحوكم. هذا البرنامج بغينا نعريو داك الواقع اللي عايشينو، داك الواقع، هذاك الشيء اللي كان مخبي، اللي مخبي اللي ما تيبانش، ديال الأب تيغتصب بنته، تتحمل منه بنته، هذا تيغتصب خالته، هذا اغتصب عمته، هذا اغتصب ملقات اختها مع راجله. جينا نشوف نصلحو. أنا جيت بغيت نقول لك بركة من داك العهد القديم، بركة. أجي نوعاو شوية فكريا بركة من التخلف، قرب منك وليداتك، شد وليداتك وعنقهم وقرب منهم وكون انت صاحبهم. بركة من داك هذاك الكلاخ اللي عندك هنا اللي رباوك عليه والعقد اللي رباوك والديك عليها ما تطبقهمش على ولادك. داك القميع اللي تقمعتيه انت وقمعوك ولادك والديك، بركة ما تقمع ولادك. داك الحرمان اللي عشتي فيه ما تعيشوش لولادك، ولادك محتاجين تعنقهم، تكون خوهم، صاحبهم، انت تشد تخرج للقهوة، شحال من واحد تطلع معايا هنا، هذا اغتصب وهذا دار، انت السبب. شي بنتك إلا مشات مع شي واحد،
ما تلومهاش ما تلومهاش، حيت كون كنتي انت فيك الحنان، كون كنتي انت صاحبها، كون كنتي انت باها وخوها وتتفهمها وانت اللي تخرجها للقهوه وتعطيها الحنان، ما كانش شي حنان اخر ولا شي حب، غير استغل نقطه الضعف ديالها. كون كنتي انت اب حنين في ولاده ما كناش غيوقعوا المشاكل، ولكن حنا هذاك العقد النفسيه اللي ربوا فيكم جدودنا، اللي ربوا فيكم جدي وجد وجد جد، بغيتوا تطبقوها علينا. حق الحكام الاب هو اللي يجي ونشوف السكات في الدار، ما كاينش اللي يهضر، انت ما محققش تهضر، هو ما اللي تيفهموا في كل شيء. لا اسمع الراي، حتى انا بشر، اسمعني، ربما عندي تينا شي حاجه، باغي حنان ديال الاب، باغي حنان ديال ام، ما كرهتش كلمه طيبه، ما كرهتش تقول لي اه تقدر وتشجعني وتوقف جنبي. هذه راه شوف راه شي علاش وصاكم ربي، ما تشدوش غير اللي بغيتو، راه كلكم مسؤول عن رعيته. انت غتحاسبي الا في الصغر ما علمتينيش نصلي، اه الا ما عمرك قلتي لي نوض نصلي غتحاسب عليا. هكا غدا هكا عاملوا ولادكم هكا، بارك من داك العقد اللي رباكم والديكم طبقوا على هاد الولاد، وهذه هي النتيجه. هالنتيجه انا هاد البرنامج ماشي درتو باش نسمعوا المشاكل وباش تكون الحياه خايبه، لا الحياه زوينه، وهاد المشاكل هادو باش تكون انت احسن من بزاف، وربما باش المشاكل اللي طاحوا فيها الناس ما تطيحش فيها انت وما يطيحوش فيها ناس اخرين. مجرد هاد البرنامج خذو باش انك تعلم وتصلح نفسك، ما فيها عيب تعنك ولادك، ما فيها عيب، راه ماشي عيب تشد ولادك وتعنقهم، ماشي عيب تسمع ليهم، ماشي عيب تقول لهم تعتبروا حتى هو راجل حتى هو الراي ديالو كاين. سمحي لنا شروق قطعناك قبل ما نكملوا، الناس ديال اليوتيوب كلشي دير بارطاجي، الناس ديال الفيسبوك قبل ما نكملوا القصه ما فيها بس ان كاع الناس اللي تتفرجوا تبرك على واحد البطون هنا تبارطاجي في كاع لي جروب اللي عندك، كلشي برك على قليب 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 قليب، الله يجازيكم بالخير. الناس ديال اليوتيوب شنو زعما 10000 وهنا 1000 نوصلوها حتى هما 10000 حتى في اليوتيوب. الاخوان اللي ما كرهش كاع اللي يقدر يدخل اليوتيوب ويعاونهم بالبارطاج نوصلوها معاهم ل 10000 ما كرهتش. الا كانوا الناس ناجحين بالتفاهات والسبان وتخسر الهضره والمعيار وحمام العيالات، حنا بغينا لا ننجحوا، وهذا اللايف الحمد لله ما تشوفوش كاع تخسر الهضره، فيه امهات واباء، بغينا حنا نستوليو على هاد المواقع التواصل الاجتماعي، نكونوا حنا الوالا ومحترمين وتسمعوا له الكبير والصغير. نتمنى الناس ديال الفيسبوك يدخلوا على الشين ديالي ديال اليوتيوب، دخلوا اللايف عاونوهم في البارطاج الاخوان ديال اليوتيوب، يلا كلشي بارطاجي كلشي بارطاجي ما تحشموناش. اسمحي لي شروق قطعتك، تفضلي كملي القصه ديالك. قد راحت. المهم اخويا بقى كيغتصبني عمي، ما قدرتش نقولها لحد الوالديه، لحقاش اصلا بابا ما كنحش معاه من الامان، اصلا كيخلعني وكنخاف من الام ديالي، ما عطاني لا حنان لا حب لا حتى شي حاجه. المهم صافي استمريت على داك الوضع هكاك، بقيت كنشوف بعيني بابا كيدخل علينا البنات للدار باش يفسد معاهم. شكون هذا بابا؟ هو ماما باباك بابا. ولكن قلت لي هو ما يعني ما مقادش في عقله او لا عنده مش ايه، ولكن هو واخا مريض ولكن كيعيش عادي، ماشي داك المجنون بحال غير هو كي بحال اضطرابات نفسيه يعني. برافو عليك هكاك واخا عنده تراب. المهم كيجيبهم حتى للدار، حنا كنكونوا جالسين، كيدخلوا علينا حتى كتنوض ماما كتقاتل معاه، كيبداو يتابزوا حتى كيتجمعوا الجيران. المهم حنا كنبداو نغوتو، كنشوفو داكشي كنبداو نغوتو، ما كاينش اللي يجي حدنا كيقول لك ما تخافيش، ما كاينش والو، يعني الرعب. وملي كنبداو نغوتو كيزيد عاد كيجي واحد ويبدا يضربك، سكتي انتي ما تهدريش ما ت... المهم معليش داز داكشي. المهم بليز انا يعني كنمشي للمدرسه كنجي يعني دائما، المهم دائما انا كنلقى مشكل في يعني ما كنلقى لي يخدم معايا التمارين، ما كنلقاش كاع لي يخدم معايا التمارين. بالنسبه كنت في الثالث ديك الساعه، كنت في الثالث ابتدائي، فاش دخلت المدرسه طلبوا لي الكتب، بعد فتره داكشي خلاص ما كيتشراش.
مازال وحتى كيفوت بعد واحد الشهرين ولا عاد الواحد عاد كيتفكروني انا كيمشيو يجريو ليا وهذا حتى كيفوتوا الدروس وهذا. المهم واحد الاستاذه ديال الفرنسي ديما شاده معايا ديما تقولي علاش ما تخدميش التمارين ديما كضربني ديما كضربني ديما ديما وانا ما كنلقاش اللي يخدم معايا كاع التمارين ديالي. المهم كثرت عليا في الضرب كنبقى نمد ليها المرفق ديالي باش نعطيها يدي ما كنقد ما كنبغيش وكنمد لها المرفق ديما كضربني لتما. المهم يدي بقات ديما كضربني تضرني يدي دائما وليت ما كنبغيش نمشي للمدرسه نقول لهم ما نمشيش صافي ماما ما كتميك ما تشغلهاش ما كتقول لك معليش سيري ولا لا لا تمشي كاع صافي. المهم كيش لي سولك علاش ولا كيفاش ولا حتى شي حاجه بحال انت كاع ما كاينش ميت ما كيتحاور معاك يتواصل معاك زعما شي راك مهم في هاد الحياه راك مهم عندنا ولا ما كاينش ما كاينش اللي كي مهم باختصار غادي نركز المهم. فاش وصلت للتاسعة الكاتريامان ديالي الوالدة ديالي مشات للعروبية ديالهم حيت جداتي كانت غتموت وعيطوا لها قالوا لها امك مريضة وجيت تشوفيها اخي زعما بغات تشوفك. مشات ماما دات اختي ودات خويا ومشات وخلاتني انا مع بابا حيت كان عندي تدواز ديال الكاتريامان. بقينا انا وبابا تاتات في الدار. المهم بابا مش عيط المناسبة اللي كانين عند حد لا انا راه غادي نصلح الدار وراه صرحت الله راه الدار راه خصها بزاف الاصلاحات وهذا وهذا. بقى كيهضر معاه قلت له صافي دير الاصلاحات وداك الشيء اللي خصاتي انا نخلصو لك. فري داك الشيء اللي دار جاب واحد المعلم وبقى هو وياه كيجيب له السلعه هو كيخدم وبقى هو داك المعلم كيبقاو يتحشوا كيبرموا الحشيش وكيتحشوا كيتحشوا. المهم انا كنطيب له كنطيب لهم الماكله كنسيق الدار كنجمع المهم حتى كندير الشغل ديال الدار وميم طون كنحفظو. صافي واحد النهار كنت في الكوزينه ويجي بابا مورايا وهو يعنقني مورايا وهو يشدني هكا من اللور بس كنقول بابا طلق مني طلق مني صافي ما بغاش يطلق مني. بقيت كندفعو بقيت كندفعو المهم ما بغاش بقى كيزير عليا وسادة شويه. قلت ليه والله حتى نمشي نشكي للبوليس الا ما بعدتيش مني والله حتى نمشي للبوليس ونقول لهم راك كتعدى عليا. هز جنويه هز الموس من هذيك الاخرى هز الموس من الشبكه ديال المان وكيني قال لي راه حتى نذبحك دابا اللي غادي نذبحك. المهم بقيت كنغوت كنقول والله عافاك بابا غير طلقني عافاك ندير اللي بغيتي غير طلقني ما تذبحنيش عافاك بابا ما تذبحنيش. المهم أمي سمعني كنغوت كان ساكن فوق منا وهو ينزل. سمح لي واحد دقيقة تخيلي أختي تقريبا البارح تخيلي ما كيش لي خسر الهضرة من غيرك شحال خيبة تكوني ما مربينك والديك انت من هاد الناس كلهم فراسك. وقسم بالله للوالدة تتفرج مي تتفرج في هاد الله فراسك هاد الأغلبية 9000 هذه كلها اللي تتفرجي كلها والدين. شحال خيبة انت الوحيدة ضمن هاد الناس كاملين رشيدة ياك جوك خوا رشيدة مربوك والديك. لا ماشي انت عافاك ماشي متشرش معك مع واحد سيدة خسرت الهضرة في اللي كومونتير. تخيلي انت الوحيدة شوف أحقر وحدة في 10000 تخيلي انت الوحيدة اللي كل شي اللي طلع سبحان الله فضل الله يمشي دعيه معه إلا أنت الوحيدة اللي قالوا لك الله ينعلي ربك. أمك عيات ما تربي فيك وعيات ما تكبر فيك ولكن أنت الوحيدة اللي خسرتي الهضرة. شوف نقول لك واحد الحاجة وديما تنقولها
ما تسوق ليكش، حيت ما تعني ليش، تجيني مسخة، فهمتي؟ مسخة، فهمتي؟ ما مسخة وحدة تدخل قدام الناس وبنت مسخة، فهمتي؟ ماشي وحدة من المستوى ديالنا نجلس نعطيك وقت. إنما عرفتي علاش جاوبتك؟ حيت تنحشم الوالدين اللي كاينين معايا. تخيلي أنا ما خسرتش الهضرة وحشمت بلاصتك، حيت أمي تتفرج، تبغي أمك تدخل وتقرا تخسر الهضرة. سبحان الله ما عندكمش نفسكم حارة مدلولين، سبحان الله من نفسكم مدلولين مسخين. عرفتي دوك كيفاش تخسروا الهضرة؟ الوسخ الوسخ، عرفتي مسخة. شحال خايبة؟ شوف 10,000 أو وسخ وحدة هي أنت. وتبارك الله كل شيء محترم، كل شيء تيقول كلام طيب، ذكر الله كل ساعة تنذكروا اسم الله. لا, لا حول ولا قوة إلا بالله. راه ماشي عليا أنا، راه ما نتسوقش لك. عاش من عرف قدر نفسه، ولكن راه على ود الوالدين راه تنحشم، على ود الوالدين راه تنحشمو. راه والدينا ربونا نحشمو من الناس اللي كبر منا. إلا أنت أمك وباك ما رباوكش على هذا الشيء، أنا راه أمي رباتني على هذا الشيء. هاد الناس هادو كلنا مربي ربونا والدينا باش نحترموا اللي كبر منا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سمحي لنا شروق، كملي القصة ديالك. المهم عمي عنده واحد باسيون كيطلع علينا كيطلع علينا في الداخل ديال الدار، وسمعني هو كي ونزل كيجري دلت يجري، وحيت سمعوا بابا كيدق الباب وهو يحيد عليا صافي. وانا نقول لعمي عمي راه بغى يقتلني، عمي راه صافي. جمعت حوايجي لحقت بماما مشيت فحال صافي. المهم كملت الباك ديالي، هنا غادي تبدا المعاناة ديالي اخويا. كملت الباكالوريا ديالي. المهم في الزواج ديال بنت خالتي مشينا نحضروا لواحد العرس ديال بنت خالتي، ولد خالتي شافني في العرس وقال لماما انا بغيت نتزوج بحليمة بشروق، عفوا ما عليناش كملي شروق، انا بغيت نتزوج بشروق. قلت له المهم انا سقت الخبر بانه خطبني من تما من ماما وعجبني الحال. قلت يا شوف شحال ديال المعاناة عانيتها في حياتي، حيث انا صرحت الله اخويا بدر بابا بهذاك العقد داك المرض النفسي اللي عنده. كنت يزد علينا الباب اخويا، كيزد علينا الباب وكيزد علينا الشراج، تيخليناش نشوفو الضو كاع. وكان ديما تيقول لي غادي تحدي ماما فاش كيجي من الخدمة، فاش كيجي من الخدمة وتيحل علينا الباب بالساروت، تيجي عندي تيشنق عليا تيقول لي قولي لي ماما كدخلت الرجال. تنقول له لا بابا والله ما دخلش راجل. تيقول لي سكتي ماماك ما مزياناش ماماك دايره. المهم بلا ما نقول له دوك الالفاظ كيقول لي بابا ماما انت دايره وفعله وفعله وكتدخل الرجال، ماماك دايره وفعله. ديما ملي كنت صغيره دايما نفس الاستوار، لدرجه انه كان كيزد عليا الباب حتى كيمشي لي ما كنمشيش للقرايه. المهم كملي لي خويا. وبالنسبة لدارنا، دارنا فيها ديما تخسر الهضرة، ديما الغوات، ديما المشاكل، ديما الصداع، ديما ما كاينش النهار اللي تيدوز ما يكونش الغوات وتخسر الهضرة، يعني نيفو طايح بزاف. زائد ان الدين ما كيتذكرش عندنا في الدار، ما كاينش اسم الله في الدار، كلا قران حتى واحد ما كيصلي، حتى شي واحد ما كيعرف الله. لا قران، نهار الجمعه ما يتطلقش القران، نهار الجمعه غير الصداع، غير الخسر الهضره، غير الغواس، ما كاين غير فهمتي يعني والو حتى حاجه. عمي ديما تيدخل البنات الشراب القصاير، يعني ما كاينش يعني ما كتسمع حتى حاجه، يعني ما تكون ناعس وزديح ديال الموسيقى والبنات كيضحكوا، يعني الجحيم اخويا الجحيم. زائد العصا، كنت ناكل ديما العصا حتى
ملي در ملي ملي درت 15 عام وانا كناكل في العزاء. المهم ملي نكمل لك، ملي خطبني ولد خالتي وكانوا يخطبوني الناس من ماما، حيت كنت واخا نيز عليا هادشي كامل، كنت كنقرا، كنت حانية راسي وما عمياتي زعما قلت راه وليدي خايبين ولا دايرين ولا فاعلين، ولكن واخا كنت ديما معمر عيني جات في عين بابا ما كنقدش نشوف فيه، ولكن ديما الاحترام والتحيه ليهم، عمري قلت لهم شي حاجه ديما كنحترمهم وحانيه الراس اللي قالوا لي كنديرها. تسخري نتسخر، اللي قالوا لي طيبي نطيب، اللي قالوا لي نديرها، عمري قلت تحيه ليهم، عمري خسرت الهضره، عمري قلت لهم شي حاجه، عمري قلت لهم راكو دايرين ولا فعلوا ولا درتوا لي ولا فعلتوا لي نهائيا. المهم ملي خطبني ولد خالتي فرحت، قلت يا هذه هي الفرصه باش انني نمشي ونقدر راسي من هاد الاوس، من هاد المعاناه اللي انا كنعانيها. قلت لها ماما بغيت نتزوج بيه، قالت لي ماما لا، غادي تقراي وغادي تخدمي علينا، غادي تقراي وتوظفي باش توظفي وتعاونينا وتخدمي علينا. صافي بحكم ان بابا فاش دار واحد الكريدي، دار واحد الكريدي، مشى غير قالها له راسو ومشى دار كريدي ومشى خسرو، ضيعو نصبو عليه في واحد لافير، وبقات البنكه كتقطع علينا في هذاك الكريدي. ملي كنت انا كنقرا في تازع، ملي كنت عندي 15 عام جوسكا لو طون، يعني حتى لهذا الوقت هذا، وهي هي كتقطع علينا على والو، غير نصبو عليه على والو، وحنا كاريين والمصاريف يعني داكشي ما كيكفيناش، يعني كنبقاو نعانيو شويه في بالنسبه للماديات. او بليس دو سا، يعني انا كان اللي كانوا الاباء كيسمعوني هنايا، شوفوا انا ما كنتش كنفرح في العياد، لان ما كانش والدي كيشاب لي الحوايج لي، وكان عندي واحد ما كانش في العياد كيف حوايج لي في الحومه ديال الحبس بزاف. من هاد هاد الفرصه باش نقول لوالدينا اللي كيسمعوني، ما كنت حرم وليداتكم من الفرحه اللي عشي احساس خايب يا بدر، كنقسم بالله الى احساس خايب بزاف، ما عليناش. المهم ماما ما خلاتنيش نمشي لولد خالتي، انا قلت عليه قلت له راه ما كان ما كان راك عارف ظروفنا كي دايره، وراك يعاني من ازمه ماليه حاده، ما عندناش ماشي مدخول اخر، شي موريد رزق ثاني ما كاين، وراه ماما والين عليا انا كبيره وراك عارف. هو مسكين تقبل، قال لي شوفي ديري قرايه على راسك وانا نتسناك، وحنا نبقاو اون كونتاكت انا وياك وما يكون غير الخير. داكشي اللي وقع اخويا بالضبط، مشيت انا خديت الباك ديالي، دفعت لافاك، مشيت يعني ما بقيتش مع والديا، مشيت لهذيك المدينه اللي فيها لافاك وكريت وبقيت كنمشي لافاك عادي، وكنهضر مع داك ولد خالتي، قلت خالتي في التليفون يعني ما مزنين عايشة بخير، مشكل شوية في المدينة. واش تقدروا نسمعوك مزيان عافاك؟ الصوت كنتي تقطع، حاولي تمشي شي بلاصة فيها الكونيكسيون عافاك. كتسمعني؟ وي تسمعوك دابا. المهم باش نقرا في لافاك داريا داريا، وكان عيط لوالديا باش يصيفطوا ليا الفلوس، تلقى مشكل ديما المعيور في التليفون، ديما انت واش خاصك ديما الفلوس، انت انا اللي حنا معنا فلوس. قلت انا واش غنبقى ديما هكذا، ديما غنعيط على الفلوس نسمع هاد الهضره. صوت ديالك التي تقطع، صوت ديالك تقطع، ما عرفتش
الصوت ديالك تيتقطع، حاولي عافاك تمشي لشي بلاصه فيها كونيكسيون عافاك باش تقدروا تسمعوك مزيان. واخا واخا هذا مزيان، مازال تيتقطع. يلقى الاخوان حيت وقع واحد المشكل في اليوتيوب بعدا بالنسبه للناس اللي تنقطع عليهم اللايف، راه كاين دابا في انستغرام، كاين لايف في انستغرام. تسمعيني ياك شروق؟ تسمعيني؟ لا مازال عندك صوتي تقطع شروق. نتمنى من الناس ديال الانستغرام كلشي يدير بارطاجي، الله يجازيكم بالخير كلشي، برك على بارطاجي الله يجازيكم بالخير. الناس ديال الانستغرام كلشي يدير بارطاجي كلشي كلشي. على ما اظن مشكل في اليوتيوب، عارف كاين واحد المشكل في اليوتيوب، علاش راه اللايف اللي وقع فيه مشكل هو يتحبس، فاللي بغا كذلك راه كاين حتى في انستغرام، راه غيقول لي في انستغرام احسن من اليوتيوب. نتسناو شروق الاخوان ديال الفيسبوك كلشي برك على قليل كلشي برك على قليل. الو وي تسمعك دابا، تسمعك شروق تسمعك؟ لا مازال شي تقطع دابا لا مازال مازال شي تقطع شروق. بالنسبه للناس ديال الانستغرام يلا كلشي برك على بارطاجي كلشي 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 برك على يبارطاجيو كاع الناس اللي عندكم باش نبقى ندير لكم لايف حتى في الانستغرام. الو او دابا مزيان كملي لنا شروق. المهم مشيت لافوك باش نلقى كيما قلت لك صافي تلقى المعاناه تبع الجانب المادي بزاف. صافي قررت انني نخدم ميم طو نقرا. المهم انا كنت دايره البي جي في لافاك، كنت دايره اس بي تي شويه السيونس في لافاك، كتبغي لاطاك كتبغي القرايه والوقت كيكون شارجي والغياب ومسائل، يعني كنت كندير واحد ليفور كبير، نخدم في العشيه وكنقرا في النهار. كنت كريت واحد الروض كريتو بالليل بالعشيه، يعني الليل من 7 ل 9 كنزيد فيه السقايا للدراري الصغار الابتدائي. فريمون لقى اقبال هذاك المشروع اللي والحمد لله كنت غادا مزيان. المهم انا دابا كنت كنرجع مع التسعود ديال الليل، كنرجع للشومبر ديالي باش الغد ليه نصبح نمشي نقرا. فاش كنكون راجع كيتعرض ليا واحد الشمكار كيتعرض ليا واحد الشمكار تيقول لي عطيني نمرتك عطيني النمره ديالك وكيوقفني. كنقولو لا سمح لي عافاك عطيني بالتسع غادي نمشي لدار، كنمشي عطيني بالتسع صافي كندوز. كيبقى المهم تابعني كنمشي انا تندخل للدار. المهم تكرر هذا الشيء. المهم انا صراحه ضايقني بزاف، ما دائما تيتعرض ليا وتيقول لي عطيني النمره ديالك. واحد النهار كنت راجعه من السوايع اللي كنزيد وهو يتعرض ليا وقال لي عطيني نمرتك صونالي داك خاطك ولد خالتي اللي كان خاطبني. قلت له ها هو خطيبي صونالي، قلت له هذاك خطيبي ها انت قولها له، قول له يعطيني بالتسعات خينه راه كيتعرض لي ديما. طيح التليفون من يدي هذاك الشمكر وشنق عليا في عنقي. بقى كيهددني قال لي شوفي راكي انتي غتكوني ديالي وهانتي غتشوفي. شنق عليا مزيان المهم حاول عافاك تمشي شي بلاصه فيها كونيكسيون لان هو رجع بدا تيتقطع عليك. عافاك حاولي ترجعي عافاك حاولي واخا تمشي شي بلاصه فيها كونيكسيون دابا شويه دابا مزيان واخا. حاولي عافاك تكملي لنا القصه ديالك لان مازال كاين واحد القصص اخرين خاصهم يدوزوا، حاولي تعطي لنا باختصار. واخ دونك المهم هذاك خينا
هددني المهم مشيت في حالي. المهم ديك الساعه هربت ومشيت في حالي للبيت ديالي وبقيت كنبكي. المهم بالخلعه جاتني لا غاكل جاتني يعني واخا كانت جاتني بسيمانه عاودت رجعت لي بالخلعه. بقيت كنفيد بلا غاكل يعني بالخلعه. المهم ابغي هذاك خينا صافي كنت غاد تعرض ليا وعاود تعرض ليا قال لي عطيني النيميرو ديالك. قلت له لا ما غاديش نعطيك واعطيني بالتسع ولا غادي نمشي نديك لاريبيك بعيد مني. المهم قال لي ايه قال لي واقيلا فهمتي كنجيك. المهم من بعد كنت جاي انا واحد صاحبتي راجعين من لافاك شاف معايا هذيك صاحبي كنغنت ما قلت لها شوفي هذاك خينا راه كي راه شتي دير ليه اش من دار اللي راه كيتعرض لي وكيقول لي ديما راه غادي راه عطاني المرتوق وهادي وانا راه ما خاف منه ما عرفت كاع انا كيخلعني. المهم هذيك صاحبتي قالت لي هكا دايرين هادو هنايا ما تدياش فيهم. المهم مشينا صافي جات هذيك صاحبتي جات عندي للشومبر ديالي حد نهار كنت كندوش قلت لها شوفي انا غادي ندوش وهانت هي جالسه على ما نسالي دوشت ساليت. المهم ابغي صافي ديك صاحبتي فاش ساليت دوش وهذا مشات في حالها. ابغي كنقلل المشطه ديالي اللي مشت بها في الدوش وحوايجي ديال يسمو تخين ما لقيتش الجوتين ديالي لي سوتيان ديالي ما لقيتهمش. ما رديتش البال انا ما سوقت حتى حاجه من هادشي ما سوقتش وما ديتها حاجه. المهم ابغي صافي واحد اون سيمين هكاك كنت غادا لافاك وصلت لافاك كتبان لي لافاك كحله رجعت في حالي البلاصه وبما انني كنت كنحماق على لافاك وكنقرا مزيان رجعت بحالي للشومبر ديالي شديت عليا وطفيت الضوا وبقيت هكاك من 3 ايام وانا في هذيك الشومبر غير ساده عليا وطافي صافي. واحد الوقيته فقت بحال هكا حليت الباب ديال الدار خرجت بهذيك البيجامه ديالي بهكا كما انا خرجت وبديت كنقول فين هذاك خينا فين هذاك خينا واش شفتوا هذاك خينا. ماما كنسول عليها كي داير هذاك اللي كيكون جالس هنا هذاك تلقيته قال لي هانتي جيتي يا قلت لك غادي نجيبك. يعني هذيك السيده دات لك دوك الحوايج باش تعطيهم داك الشمكه اللي يسحر ليك. انا جايك اخويا الطريق واخا كملي ديك الهضره. المهم الثاني معاه الشومبر واحد الشومبر ديالو عرفتي دوز عليا اخويا شتى انواع العذاب تكرفس عليا من القدام ومن اللور كيحيد سروال وسمح لي غادي نهضر هكا سمح لي بزاف وكنحترم الاباء ديالي راكم بحال والديا وسمحوا لي بزاف اللي كنهضر هاد الهضره. المهم كيحيد كيقول لي بوسي هنايا كيقول لي بوسي لي رجليا تيتكرفس عليا تيضربني تشربني الشراب ما خلى ما دار فيا. المهم 3 ايام وهو سد عليا اوكي تكرفس عليا ابغي صافي خرجت من عنده مشيت ديريكتومو الحي الجامعي عند واحد البنت كنعرفها تما سولت فيها قلت لها راه شنو هي كنثق فيها بزاف وعزيزه عليا قلت لها شنو وقع لي اش قال هي مسكينه ما لقات ما دير ليا خايفه حيت قلت لها داك النوع ديال هذاك خفت منه ما بغات ما تقول لي بقات مسكينه خايفه على راسها وخايفه عليا انا ما لقات باش تعاون. المهم مشيت في حالي للبيت للشومبر ديالي
ولا فوق ما يبغي حال. مهم فوق تكرفت عليا بكل معنى الكلمة. باع فيا وشرا كيفاش باع؟ جا واحد جوج باعني ليهم. كيفاش باعك ليهم؟ جا واحد جوج عطاوه الفلوس، قالوا عطاوه الفلوس فيا يعني باش ينعسوا معايا، فهمتي؟ كملي. اخويا والله كنت شفت ديك الثلاث ايام اشتاز عليا في العذاب. واخا حسنت نعاود شي حوايج، والله حسنت ما لقيتش كاين المصطلحات اللي نقول. لا غير لمحي لي انك بزاف اخويا والله. واخا كملي. تيدهن العضو ديالو، العضو الذكري ديالو بشي حوايج، يقول لي يلاه لحسيه بوسي هنا دير. ما علينا، واخا دوزي دوزي مخدوز وخماني نسكن. تكرفت عليا مزيان بلاصه تنتظر. اكيد ضربني كيضربني بزاف. مهم من بعد هذيك 3 ايام مورا شي سيمانه هكاك لقيت راسي حامله. لقيت راسي حامله، مشيت لعندو قلت له راك شوف راه شنو درتي لي، شنو درتي راني حامله. قال لي سير لصقي في شي حد، ما تجيش تلصقي فيا انا. مشيت سولت على دارهم، مشيت لدارهم لقيت جداتو وعمتو، دخلت عندهم قلت لهم راه ولدكم ها ما دار لي ها ما دار لي. عيطت له جداتو قالت له جي عندي دابا، جا عندها قال لها، قالت له علاش درتي لهاد البنت هكا، علاش شنو درتي لهاد البنت، خصك تلقى معاها الحل. قال لها انا ما درت لها حتى حاجه. قال لي خرجي لبرا تسنعيني. مشيت لبرا شدني قال لي شوفي الا ما دخلتيش قلتي لهم بيني انا ما درت لك والو غادي نخسر لك وجهك. قال لي هاد الوجه كله تخسر. المهم دخلت قلت لهم انا ما بيني وبين هاد السيد والو، راه غير عجبني وبغيت نسقي وصافي، راه ما دار لي حتى حاجه. المهم خرجت كان بكي، مشيت في حالي مشيت للكوميساريا قلت للكوميسار هاد الشي اللي وقع. قال لي المهم، قال لي باش تكون في علمك بان راه غادي يتحاكم، ولكن هو هذاك خينا عنده ما يخسر، غادي يتزوج بك وغادي يكرهك في حياتك، كيعرفوا فهمتي. قال لي ديما هذاك خينا عندنا في الكوميساريه ديما داير المشاكل. قال لي اول حاجه كان بزنس، كيبزنس في الحشيش، كيتاجر في الحشيش، كيتكرفس على البنات. قال لي عنده سوابق، يعني غادي شنو غادي يتزوجك وغادي يتكرفس عليك. سيري قرايه بنت الناس، كوني ديري مستقبلك. صافي مشيت في حالي من تما. المهم قبل بعدا من هادشي حيت عرفني حامله منو، عرفني غادي نديكلاري به، خاف من الديكلاراسيون وداكشي، شدني عيط ليا قال لي جي عندي راني بغيتك ضروري، جي عندي. قال لي جي عندي راني بغيتك. المهم مشيت عندو، شدني تكرفس عليا مزيان بالعصا، بقى يضربني في كرشي ويضربني داكشي. من طيحت بالكرفس بالمزيان نيت،
بس ما ناش نقول شيء طيحتي ذاك الولد اللي كنتي حاملة به. اه طيحته بقيت سيسيل مني دم سيسيل مني دم وما ادهاش فيا. اه خلاني هكاك. اه المهم ملي سهل ذاك الشي مشيت انا في حالي للبيت ما بقيتش كنمشي كاع لشي حاجه سميتها لافاك ما كنجيش كاع للدار ما كنمشي حتى لشي حاجه صافي. مشيت للحي الجامعي نسول في صاحبتي تلاقيت مع واحد البنت كانت كتقرا معايا قالت لي فينك اشوروق فينك فينك صاحبتي ما كتجيش لافاك غادي يسولوا تسول فيك الاستاذه الفلانيه غادي باش فيك استاذه فافاك راه بزاف فهمتي كتسالي علاش ما كتجيش علاش هادي وهادي الامتحانات راه دوزناهم ما دوزتيهمش علاش ما كتجي. المهم انا غير مرفوعه ما صافي ما بديش ديك الساعه حتى حاجه. المهم رغبات قالت لك والو يلاه معايا تجلسي مع تباتي معانا اليوم. مشيت من معاها بت معاهم غير حاول عفاك شروق عجبني الحال معاها شروق حاول عفاك انك تختصر لي انا كاين مازال جوج قصص تاهما صعاب باغين انهم يدوزوا غير باش تاهما كذلك نعطيهم الوقت ديالهم فنتمنى منك انك تعاودي لي شويه باختصار. صافي واخا المهم من بعد صافي انا هزيت البكالوريا ديالي من لافاك ومشيت في حالي من هذيك المدينه ومشيت للمدينه ديالي ودرت واحد الدبلوم وقريت وتريت داك الدبلوم ديالي ابري مشيت كنقلب على الخدمه ورجعت لهذيك نفس المدينه اللي كنت كنقرا فيها في لافاك باش نخدم تما. المهم هو عرفني بانني تما في المدينه المهم انا كنت عرفت بواحد السيد صراحه تفاهمت انا وياه زعما مزيان عادي بديت حياتي ازيرو يعني عجبني الحال صافي ديت الدبلوم ديالي الحمد لله ماشي نقلب على راسي صافي كنخدم في هذيك المدينه يعني مزيان صافي بدا كيعاودي يدور بيا. اختي حلفي لي بان كل كلمه عفاك حلفي بان كل كلمه قلتيها في هادشي في هاد القصه ديالك باللي بصح. كنحلف بالله العلي العظيم اخويا ما كذبت في حتى حاجه. سمعي ميساج من عند لي زادمي قالوا لي بان الهضره اللي قلتي لهم ماشي هي اللي قلتي دابا في اللايف. لا خويا والله حتى قلت صراحه انا دابا جايك للطريق حيت هما قال لك بان قصه اخرى ماشي هذه. واخا تفضلي اختي. لا خويا انا هادي القصه ديالي كلها عاودتها هي هادي ما درتش ما قصت عليا اقسم بالله العلي العظيم وعندي الشهود على هاد الهضره ديالي. اوكي كملي ماشي مشكل. المهم هي ديك اغرى يعني ساكته ما تصور حيت ويل هاد الشيء فهمتي. واخا غير حاولي تعاودي لنا باختصار. المهم حاولي عاودي لنا باختصار عفاك وداك الشيء انا كنحاول نختصر لك اخويا كنعطيك لي مومو المهمين. اوكي تفضل كنعطيك لي مومو المهمين. اوكي المهم اللي تعرفت على داك الشخص اللي قلت بقى كيتواصل معايا في التليفون عادي مزيانين انا وياه هذاك بدا بحال كيدور بيا فهمتي كيدور بيا. ملي هذاك الشخص شاف ملي هذاك الشمكار شاف هذا الشخص معايا يعني شافني دايره غولاسيون جديده وعايشه مزيان وشاف يعني قال هادي هاد خيتي خصني نعاود ندور بها مزيان وندمرها عاود اكثر ما راني مازال ما دمرتهاش. هذاك الشيء اللي دار جا تعرض ليا تاني تعرض ليا جد تاني يعني هي الموس الثاني قال لي زيدي معايا
الثاني واحد شومبر هو وصاحبه تكرف لي مزيان. هو وصاحبه هو وصاحبه تكرفوا لي مزيان يعني داروا فيا ما بغاو. ابري صافي الصباح لحني قال لي لاصي مش حالي ما قدتش نقول لهذاك السيد اللي انا كنهضر معاه حتى حاجه. قدرت نقول له والو يمكن نقول له لها شنو وقع لي حتى حاجه. انا معاود عليه على شنو دار لي هذاك الشيء الكار وداك الشيء وهذا وهذا. خفت لا يعني الا عاودت له قلت له هذاك الشيء غادي يمشي يدعب يتقاتل معاه ولا يوقع شي مشكل لهذاك السيد. وانا داك السيد مبغيتش ندخلو في هذوك المشاكل. المهم من بعد واحد من بعد غادي نعرف راسي بانني حاملة. عاوتاني من هذاك عاوتاني وصاحبه ما عرفتش شكون فيهم با ما عرفتش شكون. صافي بقيت اخويا هكاك حامله. مشيت في حالي لواحد المدينه نخدم. مشيت نخدم باش زعما نجمع الفلوس ونطيح داكشي الله يسمح لي. مشيت نخدم باش نجمع الفلوس ولكن ما طرحت الله ما لقيتش زعما شي خدمه اللي غنجمع داك الفلوس اللي نقدر بهم نطيح ولا شي حاجه. لقيت الكره المصاريف كلشي اخويا يعني ما لقيتش كاين. صافي حاولت بعشوب وعيس ولكن داكشي ما بغاش. واش يضحك اخويا. صافي جات كورونا لقيت راسي صافي انا ما خدامه ما والو جلست من الخدمه. صافي عيطت لواحد عمتي قلت ليها راه شنو واقع ليها شنو واقع لي وراه عندي دابا 5 شهور. هذيك عمتي بدات كتعاونني ماديا شويه كتصيفط لي على الكرا والمصاريف شويه كتعاونني. المهم ابغي اخويا فات دوزت واحد المعاناه صعيبه في هذه. حيت انت بغيتيش تسمع القصه يا قلتي لي صافي راه باقي شي قصص اخرين. مزيان كاين جوج قصص باغيين خاصهم يطلعوا معانا لان حتى هما تيصيفطوا لي دابا راه بغاو يطلعوا. داكشي باش يحاولي تعاودي لنا باختصار. المهم حاولي تعاودي لنا المهم النقط اللي اساسيه. داكو. المهم اخويا عمتي ما كانتش تصيفط لي شي حاجه زعما حاجه باش انني زعما نعيش وهذا. قلت لها يلاه شي حاجه قليله. انا قررت انني نمشي نخدم. درت مشيت نخدم الميناج في واحد المدينه. المهم اخرى مشيت ندير الميناج. مشيت نخدم في واحد الميناج تبعي على واحد السمسار. هذاك السمسار فاش وصلت لهاد المدينه قال لي اعطيني السمسار ديالي يعني خاصني. ما كانش عندي ديك الفلوس. عطيتو البيسي ديالي قلت له ها البيسي ديالي ضمانه. وحتى تعطيني السيده الفلوس ونرد لك الفلوس ونرد لي البيسي ديالي. صافي داك الشيء اللي وقع مشيت خدمت عند هذيك السيده. هذيك السيده 10 ايام اخرى 10 ايام ديال المعاناه وهي كتكرفس عليا في هذيك الفيلا 10 ايام وانا كنخدم عندها. ديك الساعه كانت عندي 6 شهور في كرشي 6 شهور وانا كنخدم وانا كندمر بوحدي. كنت مني الطياب مني الخدمه مني الميناج مني كل شيء. في الاخر فاش فات 10 ايام ما كنتش انا كناكل عندها مزيان وهذاك يعني نقصت بزاف وبس كنطيح كنسخف. من بعد صافي قررت انا نمشي من عندها. قلت لها سمحي لي غادي نمشي. هي ملي مشيت غادي ما عطاتني حتى حاجه. المهم مشيت كريت الدبلوم ديالي واحد المقاول على حساب باش ناخذ لا كلاس ديالو في الشركه. كريتو ليه باش نرجع البيسي ديالي ولقى باش نرجع. هذاك المقاول لقيته بار فيسبوك كان طلع لانونس معايا.
صافي. المهم كريت له الدبلوم، صيفط ليا الفلوس، عطيت داك السمسار فلوس ورد ليا البيسي ديالي، مشيت في حالي، رجعت في حالي لهذيك المدينه اللي كنت خدامه فيها. المهم ابغي مشيت كريت عند واحد السيده بقات مقابلاني حتى ولدت. اللي ولدت صافي هذاك الوليد بقى معايا، بقيت كنرضعو، والمره اللي كنت عندها ما كنت كنخلص ليها الكرا، ولكن واحد الوقيته ما خلصتوش ليها، خرجت منها خرجت من عندها. المهم حيت غندي طايخ سنين ديتاي شنو وقع لي مع ديك المراه، هادشي غادي يطول، فهمتي اخويا؟ المهم انا اختصرت لك. المهم هذيك السيده خرجت من عندها وانا عندي يومين يعني يلا والده بيومين صافي. ملي جيت من السبيطار لعندها بيومين خرجت من عندها داكو صافي. ملي خرجت من عندها مشيت كنخدم عند واحد السيده. اسمحي لي بصراحه، اول مره نحس بشي واحد تيفكر عاد يعاود داكشي اللي بغى يقول، اول مره بصراحه. ما تقلقيش، ماشي تنفكر انا في الدار. اسمعني خويا، انا في الدار صراحه باش ما نكذبش عليك. راه والوالد ديالي والوالد اسمعني انا في الدار والوالد ديالي والوالده كيسمعوني، فهمتي اخويا؟ كيسمعوا فيا، لان تنحس بك بحال تتفكري شنو باغا تقولي باش ما نكذبش. لا ماشي كنفكر، نو جو بونس ماشي كنفكر، كنحاول نختصر لك حيت قصتي طويله اخويا، والمعاناه اللي عانيتها في هاد البريود لي كنت ما كنعاودلكش راه طويله بزاف. انا كنحاول نعطيك ليسونسييل، لان اللي جيت نعاود اخويا راه خصني نهار. واخا حاولي تعطينا ما تبقى في خمسة ديال الدقائق ماكسيمو، لان كاينين جوج قصص حتى هما خاصهم يطلعوا اليوم. تفضلي اختي. داكوغ. المهم ملي ولدت قلت لك جيت عندها للدار بيومين خرجت من عندها. خرجت من عندها مشيت ديريكت أمو خدمت عند واحد السيدة، خدمت عندها في الدار. أنا نافسة وكنخدم من الميناج، كنخدم يعني باش نوفر الماكلة ونوفر السكنة، ولكن هذيك السيدة خلاتني عندها يعني في الدار، أنا ساكنة معاها في الدار وكنخدم عندها في الدار. صافي. المهم بديت كنخدم وأنا هكاك نافسة حتى صافي يعني واحد الوقيتة داز العيد الكبير، عيت مع هذيك السيده داز العيد الكبير، وانا دارنا راني تنقول لهم زعما راه غير كورونا هادي، راه ما يصلح ليش نجي، راه فهمتي راني تحبست في هاد المدينه، راه بزاف الحوايج صافي. المهم هذيك السيده صافي بقيت كنخدم عندها الميناج، هذا كندير عندها الميناج صافي، حتى مرت بزاف يعني مع التربيه، كنهز ولدي، كنتني نردعو، خصني كل يعني ما كنعش بالليل، الصباح كنصبح كندير الميناج صافي يعني تكاسيت في صحتي يعني، طحت لي حتى لواحد الوقيته ما بقيتش كنقدر نهز ولدي، ما بقيتش كنهز ونبغي نردعو، ما بقيتش كنقدر نهز يدي شي. وصلت لواحد نيت صافي لواحد الدرجه ما بقيتش قادر صراحة لا نردعو لا والو، مابقيتش قادرة نهز ولدي صافي، يديا صافي طاحو عليا الخدمة صافي. قلت السيدة شوفي غدير غسك شي حلة بنتي، أنا قلت لي أنا بنتي محتاجة، قلت لي عاوني راكي كتشوفيني مرا كبيرة محتاجة بنتي اللي عاوني. المهم قلت لها صافي خالتي، قلت لها صافي. المهم عيت الوالدة ديالي عاودت لها كل شي، قلت لها ها مكان كاجي عندي ولا ديالي شي حل ولا صافي. الوالده ديالي جات عندي صافي، قالت لي هاد اما حنا اما هاد الولد. انا دابا في هذيك اللحظه خويا صافي فابل، عرفتي صحتي فابل، ما قدرت تنهز راسي عاد نهز ولدي. المهم قلبت على قلب، عيط لواحد السيد في التليفون كان تما في هذيك المدينه، قلت له عفاك واش كتعرف شي ناس نعطيهم الوليد. صافي. المهم عطيت الولد ديالي لواحد الناس، عطيته لهم، جاو عندي
قالوا لي واش غادي تعطينا الولد ديالك؟ قلت لهم غادي نعطيه لكم. قالوا لي ولكن ما تعاوديش تسولي فيه، ما تعاوديش تقول لنا بغيت ولدي. قلت لهم صافي واخا. عطيت لهم انا عندي إذا جاية عندي بالدرة ديالها محتارمة راسها، واعية كتهضر بواحد الأدب وكتقولي شوفي أنا غنخليك تشوفي واخا يكبر غنقول لها ماماك، فهمتي؟ ولكن عفاكي ما تجيش شي نهار وتحيديه ليا ولا تقولي ليا راه عطيني ولدي ولا صافي. مشيت في حالي صافي. جيت عندهم للدار، قلت لها عافاك نشوف الدار فين كاينه وهادي. جيت عندهم للدار جبت لها الوليد عطيته ليها، عطيتها ليها، كانت هي والوالده ديالها وواحد مرت خوها جالسين كاملين تما. المهم كانت هي هذيك اللي دات الوليد، هي عروستهم بحال تقول لي مرت ولدهم، هو بجوج ما تيولدوش، 5 سنين ما زوجوش ما تيولدوش. المهم انا من بعد فجيت هنايا في حالتي صافي، جيت انا وماما هي بقيت كنتواصل معاهم في التليفون، تيصيفطوا لي التصاور ديالو هذا ما كان صافي. واحد شويه قالت لي شوفي، قالت لي انا راه ما بقيتش بغيت الولد، راه صافي راه غادي تاخذوا لبستي بستي مطلقة بنيتا وراه غادي تاخدو. قالو كملي راه تنسمعوك اختي كملي. المهم قالت لي غادي تاخدو هذيك لبستي، هي عندها البنيتا مطلقة بنت، وقالت لي غادي تاخدو هذيك لبستي اللي غديرو بسميتها وغادي تربي. انا صافي ما علي صافي مش مشكل، لا صافي واخا. مهم من هاد الايام عطات لي هذيك لوستها صونات عليا، قالت لي راني حامله، راه عندي شهرين، راني حامله من شي واحد، وراني مع راني مهم حامله وراه عندي شهرين. قلت لها وشنو؟ قلت لها واش الولد ما بغيتيش؟ قلت لها ما سكتيش عليه. قالت لي لا، قالت لي انا راني كذابه وهادي. قلت انا غير بغيت نعاود لك وصافي. المهم اخويا بدر سمح لي طولت عليك القصه ديالي، ليسونسييل في هذا الشيء كامل. انا بغيت شي نصيحه من الناس اللي كيسمعوني. دابا ولدك من كاين؟ كاين عند هذيك اللي مطلقه، هي اللي راها شاده وما دارالوش اخويا الورق اللي خليته لها، ما درت له لا ورق لا والو. هما قالوا لي راه غادي ندير له الورق ديالو، غندير على اساس انا اللي ولدتو. قالت لي هذيك اللي شدات وقالت غادير على اساس هي اللي ولدت، راه ولدتو غير فطار وغادير له الورق ديالو وهذا. هما 7 شهور دابا هو عندهم، ما درت له لا ورق لا والو. ايوا غنقول لك الله يدير لك اللي فيها الخير ويفتح لك بيبان الخير. النصيحه اللي نقول لك ما تفرطيش في ولدك، نصيحة كاين شي وحدة تتفرط في ولادها. غلطتي، تحملي العواقب ديال الخطأ ديالك. باش نكونوا واضحين، ما نتهربوش من الأخطاء ديالنا. اللي غلط خصو يتحمل العواقب ديال الخطأ ديالو، حيت هذاك الدري ماشي ذنبو أنه طاح فيك ولا طاح في داك الأب. خويا بدر خويا هذا اسمعني اخويا، انا عيطت لك باش نخوي لي قلبي، انا عيطت لك باش نخوي قلبي، وبزاف الامور كنت خازناهم في خاطري. هذا الشيء كامل انا كنحلف بالله الا كلمه واحده خرجتها من كل شيء صحيح، كنحلف لك بالله ما كذبت في حتى حاجه. انا والله انا شوف فاش تيحلف لي شي واحد والله تنتيق بصراحه، والله العلي العظيم انا ما كذبت في حد. انا صافي انا ما كذبت حلفتي تيقتك، انا حلفتي تيقتك ما عليناش. ولكن انا لي ديتاي هما اللي غيبينوا لك، فهمتي؟ غيبينوا لك علاش انا تخليت على داك الوليد. واخا
ولو يكون اي ديتاي عاوتاني انا ما حاولت نختصر لك. شوف حاولت نختصر لك ونقول لك يعني نقول لك الحاجات المهمين. واخا ولو تعطيني اي ديتاي او اي عذر ما عندك حتى عذر باش انك تخلي ولدك معاك. دابا اسمعني اخا ولو شنو شوف لا اسمعني اسمعني مشاو لي الوراق ديالي اسمعني مشاو لي الوراق ديالي فاش كنت في هذيك المدينه بقيت والله العلي العظيم شتي كنقسم بالله شتي في السبيطار ولدت بلا لا كارت ناسيونال والله العلي العظيم نعطيك سميه السبيطار نعطيك اللي بغيتي ما عندك حتى عذر باش شتي لا كارت ناسيونال شتي واخا تقولي لي العذر ديال الدنيا والدين انك باش تعطيه ولدك ما عندكش عذر حيت هذاك ولدك من لحمك ودمك ما عندك حتى عذر في الدنيا كامل ولو تقولي لي مت بالجوع ما عندكش عذر ولو تقولي ما عنديش فلوس ما عندكش عذر ولو تقولي لي باه ما عندكش عذر باش نهضروا بصراحه انا نصيحه ديالي ليك ردي ولدك لعله ربي يدير لك فيه خير ويكون هو السند ديالك في المستقبل ربما ربي يدير لك فيه خير. وبالنسبه لك ان شاء الله اخويا هذاك الشيء اللي كنتمنى ماشي انا هضرت باش يعني باش يعني نتمنى من الناس اللي في الله يخلوا في انستغرام ولا في انستغرام ولا في اليوتيوب انهم يدعوا معك في الخير فريمون شكرا لانك شاركتي معنا القصه ديالك نتمنى الله عز وجل ان نفرجها عليك شكرا اخويا بخير ونورك طريقك عليك شكرا تعيطي لي ولدك حداك شي نهار نتمنى تنتمنى الله يرضي شكرا بزاف بالعكس شكرا لك شروق على الاتصال ديالك شكرا بزاف نتمنى من الناس ديال الانستغرام كلشي